يقولون خاطي وش قالوا الرجل؟ قالوا مازال. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن له قرين فالشيطان قرينه. قالوا لي ما عندوش قرين واحد يعني معه، مازال بمفرده. يعني الإنسان ما يقدرش يريح بمفرده أبدا، فالشيطان قرينه. إذا كان ما عندكش زوجة أيها الشاب، فالشاب شوف لما الشاب قبل الزواج وبعد الزواج، هذه الزوجة تحصنك، وسمها الشرع الحصن الحصين الذرع المتين للشاب هو الزواج. يولي الإنسان عنده دار، يولي يجي في الوقت، يروح في الوقت، يخدم في الوقت، يجري ويسعى وكذا وينفق. شفت لما الإنسان يولي يعني راجل بعد الزواج. هذا الزوج عباد الله كذلكم، الزوج نعمة عظيمة على الزوجة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحد ليسجد لأحد علاش لفضله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لو كان أمرت الزوجة باش تسجد للزوج. نعم يجمع بينهما الدين الشرع. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاكم هذا اللي ترضوا الدين نتاعو، الخلق، التربية، السلوك، أعطوه. لأن الإسلام عباد الله ما ينظرش دين المادة، لا ينظر للإنسان البشر بأنه مادة، لا ينظر للزوجة هذه بأنها تباع وتشتغل، إيش طنوبيل ولا دابة ولا كذا ولا كذا. ولقد كرمنا بني آدم، سعى الكرامة. حتى لما بدأوا يشتهوا قالوا الزواج هل هو عقد بيع؟ هل هو عقد كذا؟ ما لقاوش حتى وش. هل هو معاطاة؟ هل هو كذا؟ ماهوش. بل سماه الشرع ربي سبحانه وتعالى ميثاق، وما قالش ميثاق برك، ميثاقا غليظا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. المرأة كذلك الزوجة كيف كيف؟ أي تنكح المرأة لي أربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يدك. هكذا عباد الله النبي عليه الصلاة والسلام حتى من طهروش لما جاء وجد هذا الزواج. الزواج كان من جد آدم عليه السلام لما خلق ربي آدم وخلق الجنة، جنة النعيم من الجنة. ما قالش ربي سبحانه وتعالى لآدم أنت الجنة، فلا تحلو هذه الجنة الجنة إلا بزوجين اثنين. لما خلق ربي سبحانه وتعالى الجنة قال اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة فيها النعيم، فيها كل شيء، فيها الأشجار، الأنهار، كذا. لا بد من زوجة، نعم لا بد من زوجة في الجنة، في النعيم لا بد من زوجة. أرشك يا آدم ادخل أنت الجنة، ادخل أنت، اسكن أنت وزوجك الجنة. بنادم يحتاج الزوجة في كل مكان، في النعيم يحتاج، في الشقاء، في الشدائد يحتاج الزوجة ولا خاطر؟ يحتاج الزوجة. لما نزل ربي سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من الجنة إلى القاعة قال روح أنت وزوجك إلى حواء وتشقوا وتتعبوا في الجنة وتعاونوا بعضكم بعض وتغرسوا وتزرعوا كذا في الجنة. إنسان لا ما يكونش يعني في غنى عن الزوجة في الجنة في القاعة، في لا بد من الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال نكح إلى بولي وشاهدين ومهر صيغة. هذه الأركان، ما من شيء إلا وسع الأركان هذه. الأركان في اللغة نقول وشو معنى الركن؟ الركن هو السند، الركن هو اللي يستند عليه. لو زيل هذا الركن يسقط كل شيء، يفسد كل شيء، يبطل كل شيء، يروح كل شيء. هذه الأركان بها يصح باش يكون البنيان صحيح بالصح. لا بد له من أركان الزواج باش يكون صحيح، لا بد له من أركان. كيف يعني يكون الزواج صحيح؟ ما كانش معروف يا عباد الله وقريناه وقلنا هذا المعروف لعامين